طيب احنا ابتدينا الاسبوع اللي فات في اول شابتر اللي هو سميناه introduction into internal combustion engine. ولو تفتكروا الشابتر ده اتكلمنا فيه على جزئين اساسيين. اول حاجة اتكلمنا في حاجة اسمها الـ engine classifications، عملنا مقارنات ما بين كل الـ internal combustion engines according لكذا حاجة. اول حاجة لنوع الـ ignition، بسرعة كده نعدي نفتكر المحاضرة بتاعت الأسبوع اللي فات. أول حاجة according لنوع الإجنيشن عرفنا في حاجة اسمها سبارك إجنيشن وفي حاجة اسمها كومبريشن إجنيشن. وبعد كده عملنا كلاسيفيكيشن آخر according لنوع السايكل، قلنا في إنجن 4 ستروك وإنجن تاني سميناه 2 ستروك، وقلنا الفرق بينهم إيه بالظبط. ده بيعمل سايكل per 1 revolution، ده 2 ستروك، والفور ستروك بيعمل 1 سايكل بير 2 ريفوليوشنز. وقلنا ثيوريتيكال سبيكينج الباور ديفلوبت فروم 2 ستروك اللي بيتكلم مش وانس مش وانس، صوت بقى يا جماعه، صوت يا شانس. ايوه ايوه انت اللي اللي لابس جاكيت جلد بني، صوت قلنا الانجن التو ستروك انجن بيديفلوب دبل الباور بتاعت الفور ستروك ده ثيوريتيكالي، تمام، اكشولي اقل شويه طبعا من الباور. وقلنا ايه الادفانتشز والديس ادفانتشز بتاعت التو ستروك، تمام، وشرحنا السايكل اوبريشن بتاعت الفور ستروك شغال ازاي والتو ستروك شغال ازاي. وبعد كده عملنا كلاسيفيكيشن اخر اكوردنج للفالف لوكيشن، شكل الفالف الانتيك فالف او الاكسوز فالف. وقلنا حصل ديفلوبمنت، كان في الاول خالص الفالفات بتتحط في البلوك، وبعد كده حطيناها جزء في البلوك وجزء في الهيد، وبعد كده بقى كله دلوقتي في الايه الهيد فوق الوش السلندر من فوق يعني. وقلنا الكلام ده الاسبوع اللي فات، ودي ارينجمنتس مختلفه. وبعد كده قلنا كلاسيفيكيشن رابع اكوردنج للديزاين بتاع الانجن، ان في انجن 4 سوري في انجن روتري وفي انجن ريسبريكيتنج. وقلنا فكره الروتري انجن ماشيه ازاي. طبعا الموست ديزاينز كلها بتبقى الديزاين بتاعها كلها ريسبريكيتنج، بس بعض الانجنز شغاله بفكره الفانكل انجن اللي هو روتري، وقلنا الفكره بتاعتها ماشيه ازاي. وبعد كده قلنا في كلاسيفيكيشن اخر اكوردنج للكام، شكل الكام عامله ازاي. وبعد كده كلاسيفيكيشن اخر اكوردنج لعدد السلندر والارينجمنتس ما بينهم شكلها عامل ازاي. طبعا الاغلب بيبقى ان لاين، بيبقوا الاربعه جنب بعض لو بنتكلم في انجن 4 سلندرز، اما لو بنتكلم في 6 او 8 او المالتيبل بتاعت ال 6 او 8 يعني بنعملها واخد يا اما شكل V او بنعملها شكل W. وفي لو الزاويه الفي دي بقت 180 ديجري بنسميه حاجه اسمها فلات او بنسميها بوكسر تايب، ده مشهور جدا برضه، ده بيطلع بيرفورمانس بالانس حلو قوي. ولو واخدين شكل ريديال بالذات في البروبيلر انجنز بنشوف الشكل اللي قصادنا ده اللي هو شكل البروبيلر ده، تمام، ده لو بنتكلم في الريديال انجن. وكلاسيفيكيشن اخر اكوردنج لضغط الهواء، قلنا الهواء ممكن يخش عند الضغط الاتموسفير ده بنسميه ناتشرالي اسبيريتد، او بنخش عند ضغط اعلى من ضغط الاتموسفير، وده تكنيك بعمله عشان ازود الباور. فده باما بيبقى حاجه اسمها سوبر تشارجد انجن او تربو تشارجد انجن، بدخل الهواء عند ضغط اعلى من ضغط الاتموسفير، ان انا بجيب كومبريسور والكمبريسور ده بيضغط الهواء والهواء ده يروح جوه السلندر عند ضغط اعلى، فبالتالي الدنستي بتاعت الهواء بتزيد وبالتالي كميه الهواء تشارجد انسايد ذا انجن زادت فالباور تزيد. والفرق ما بين السوبر تشارجد والتربو تشارجد، الفرق بينهم مين اللي بيدرايف الكمبريسور. If the compressor is driven by the engine itself, ده معناه supercharged engine. أما لما يكون الانجن ده driven by turbine والturbine دي operated by the action of the exhaust، بياخد الاكزوست اللي طالع من الانجن ويستغله وياخد جزء من الاكسيرجي او الافيلابيلتي اللي موجوده فيه ويطلع جزء من الورك، الورك ده بيدرايف بيه الكمبريسور، ده بنسميه turbo charged engine. وفي الكرانك كيس كومبريسد دي بنتكلم في حاله التو ستروك انجن، قلنا الهواء بيخش مع الكرانك كيس فحركه الكرانك شافت بتساعد ان هي تزود الضغط بتاع الهواء، فطبعا ده بيزود الفوليومتريك افشنسي وبالتالي بيزود الباور شويه. فدي كلاسيفيكيشن
كانت نمرة 6. في كلاسيفيكيشن سابع على حسب شكل الكولينج، يا اما تبقى انجن اير كولد او ووتر كولد. طبعا الانجن الصغيره اللي هي بتتكلم في باور صغيره جدا زي الموتوسيكلات والحاجات مثيلاتها يعني، بيبردها بهواء طبعا، وتلاقي حوالين الكيسنج بتاع الانجن حاطط فينز وبيبرد تبريد هواء طبيعي. اما لو انجن فيري لارج طبعا مش هينفع مع تبريد هواء، بيبقى ووتر كولد انجن. في كلاسيفيكيشن اكوردنج لنوع الفيول اللي بيخش. قلنا دلوقتي يا جماعه اي انجن هيشتغل سبارك اجنيشن انجن محتاج ريكويرمنتس معينه. اهم حاجه في البروبرتيز بتاعت الفيول دي الاوكتين ريتنج، كل ما الاوكتين ريتنج بتاعها يبقى عالي ما عنديش مشكله، الموضوع مش واقف على الجازولين وبس. اي وقود يقدر يحقق المواصفه بتاعه السبارك اجنيشن انجن من ناحيه اوكتين ريتنج، من ناحيه هيتنج فاليو كويسه، من ناحيه ميكسنج بين الهواء والفول كويس، من ناحيه سرعات فليم ورياكشنز كويسه، يقدر يبليس السبارك، يقدر يبليس الجازولين ويخش مطرحه في السبارك اجنيشن انجن. عشان كده حتى بنستخدم الناتشرال جاز هنا في مصر كمثيل للطرابيات اللي موجوده في العربيات اللي ماشيه في السبارك اجنيشن انجن، بنستبدله بالبنزين. نفس الكلام اي وقود هيقدر يستبدل برضو القصه بتاعت الديزل فيول او السولار فيول في الكومبريشن اجنيشن انجن، يبقى ليه سيتين نمبر كويس وفي نفس الوقت ليه كومبريشن ليه اجنيشن تمشر قليله ويحقق المواصفه بتاعه الديزل انجن، نقدر نشيله ونحط بداله اللي هي يا جماعه الفيول بتاع الديزل. فبالتالي في الفيول الانواع الفيولز كتيره جدا جدا، طبعا كل بلد وليها الافيلابيليتي بتاعت الفيول، فنقدر نستخدم كل وقود في يتناسب مع نوع الانجن ماشي ازاي وندخله في الانجن ده. طيب في كان قبليها حاجه في على حسب دي قلناها المره اللي فاتت برضه، قلنا في كلاسيفيكيشن نمره 8 ده بيتكلم على طريقه دخول الفيول جوه الانجن ده في حاله السبارك اجنيشن انجن. الفيول لو هيخش ويعمل ميكسنج بينه وبين الهواء ميكانيكالي بنسميه كاربريتور انجن. طب لو بنتكلم في الكترونيك انجكشن، قلنا في المره اللي فاتت شرحت الموضوع ده، قلنا في حاجه اسمها ثروتل بادي انجكشن، وفي حاجه اسمها مالتي بورت انجكشن، وفي حاجه اسمها جازولين دايركت انجكشن. الثروتل بادي والمالتي بورت انجكشن الاثنين بيرش الفول بتاعي جوه المانيفولد مش جوه السلندر. الفرق ما بين الثروتل بادي والمالتي بورت ان هو بيحط انجكتور وحيد في حاله الثروتل بادي انجكشن، ده انجكتور وحيد. اما في المالتي بورت بيحط يا جماعه بيحط اكتر من انجكتور عند كل سلندر، بس ما بيحطهاش في السلندر ذات نفسه، بيحطها فين يا جماعه؟ قبل الانتيك فالف، بيحطها في المانيفولد قبل الانتيك فالف. في نوع مختلف شويه بيسموه جازولين دايركت انجكشن اللي هو الجي دي اي، ده موجود بيحط الانجكتور في قلب السلندر، بيشتغلوا زي يا جماعه؟ زي الكومبريشن اجنيشن انجن، برضه شرحناه الاسبوع اللي فات. التطبيقات بتاعت الانجن بتتراوح من انجن ممكن يطلع 100 وات حاجه طبعا صغيره جدا او 10 وات كمان، لحد انجن يقدر يطلع 200 و300 ميجا وات على حسب لو بيستخدمه في باور جنريشن، بيستخدمه في مارينز، بيستخدمه في كميات باور كبيره جدا. طبعا كل ما بروح ناحيه الهاي باور سايز كل ما انا محتاج يا جماعه احسن تشتغل كديزل انجن، كل ما انت بتروح ناحيه السمول باور مش محتاج تجيب ديزل انجن. ديزل انجن التكلفة بتاعته اغلى، الافشنسي بتاعته احسن، فبالتالي هحتاجه اكتر شويه في حته الباور كبير. عشان كده تشوف المارينز وتشوف الحاجات الاستيشنري والباور جنريشن كلها تشتغل ديزل اكتر شويه. طيب فالحد هنا كنا وقفنا الاسبوع اللي فات، وبعد كده قلنا وقفت الحته دي الكلاسيفيكيشن دي وكملت الجزء بتاع الانجن بيرفورمانس. فاكرين الجزء بتاع الانجن بيرفورمانس؟ كلمت الاسبوع اللي فات المعادلات هنا شرحتها على اربعه بارامترز في الانجن بيرفورمانس. تمام، كلمت على ايه يا جماعه؟ كلمت على الباور، وقلت في حاجه اسمها بريك باور وانديكيتد باور وعرفت الفرق ما بينهم. كلمت على تاني بارامتر دي بنسميها البيرفورمانس بارامترز، قلنا الباور ده بيانديكيت القدره بتاعت الانجن وقوه الانجن قد ايه، وفي حاجه اسمها الفريكشن ده الفرق ما بين الانديكيتد ماينس البريك. تاني بارامتر بنتكلم على افشنسيز مش افشنسي واحده، وعرفت المره اللي فاتت اربع انواع من الافشنسي، هما ثلاثه بس قسمتهم لاربعه. في حاجه اسمها ثيرمال افشنسي ودي بتقيس
الافشنسي اوف كونفرتينج انرجي فروم هيت فورم تو ميكانيكال باور فورم. وقلنا في نوعين في الثيرمال افشنسي، في حاجه اسمها ايتا انديكيتد وايتا بريك. فدي كفايه يا جماعه، كفايه انرجي فورم، حولت الانرجي من هيت، ولعت الوقود ففي هيت، حولت الهيت ده يا جماعه لميكانيكال باور الورك. دي حاجه مختلفه تماما عن الميكانيكال افشنسي. امال ايه الميكانيكال افشنسي؟ دي كفاءه نقل باور. يبقى دي بنعرفها بريك باور على انديكيتد باور. وفي افشنسي ثالثه سميتها فوليومتريك افشنسي، كفاءه حجم، قد ايه عملت تشارجنج للسلندر، شحنتها كميه هواء وفول قد ايه. كل ما تشحنها اكتر كل ما تقدر تطلع باور اكتر، كل ما تشحنها بكميه اقل يبقى انت بالتالي كميه الباور ديفلوبمنت. فدي كفاءه حجم، كفاءه تشارجنج، دي عباره عن الام دوت اير اكتوال على الثيوريتيكال. فانا عندي هنا ثلاث افشنسيز، ثلاثه، وكل واحده بتقيس حاجه معينه. فده دايمنشن بيبص على المثاليه، ده بيبص على الباور القدره بتاعته قوته، ده بيبص على الافشنسي اللي هي المثاليه. ثالث بارامتر اللي هو المين افكتيف بريشر، وقلنا ده بيشوف ايه يا جماعه؟ بيشوف باور بير سايز. فعرفنا حاجه اسمها بريك مين افكتيف بريشر، دي عباره عن البريك باور على الفي دوت اس، وقلنا المعادله بتاعت الفي دوت اس ما فاتت، فبيشوف السايز. وفي حاجه اسمها انديكيتد مين افكتيف بريشر، بيشوف الانديكيتد باور على الفي دوت اس. واخر بارامتر في البرفورمانس بنتكلم على حاجه اسمها سبيسيفيك فيول كونسامشن، ده بيقيس استهلاك الوقود بقى، بيشوف بعد اخر. ده كان بيشوف باور مثاليه بانواعها المختلفه، بيشوف باور بريسايز، ده بيشوف يا جماعه بيشوف فلوس، شوف الافشنسي، حاجه شبه الافشنسي كده، بيشوف قد ايه كميه فيول استهلكتها عشان اطلع باور بمقدار معين. يعني انا عشان اطلع بريك باور 1 كيلو وات، اهو عايز اطلع 1 كيلو وات باور، استهلكت فيول قد ايه عشان اطلع 1 كيلو وات؟ ده مهم جدا. فقلنا الابار بنسميهم البرفورمانس بارامترز، وحطينا معادلاتهم الاسبوع اللي فات. كنت بس فاضل لي معادله واحده كنت عايز اكتبها، عشان كده كتبت الحاجات دي النهارده. عايز اكتب معادله كبيره كده مشهوره بنحسب منها البريك باور. ما اللي فاتت كتبنا معادله للسايز اللي هو الفي دوت اس اللي احنا قلنا عليه من شويه هنا، ده اهو كتبنا له معادله الاسبوع اللي فات. تعالى نفتكر ايه هو الفي دوت اس. لو انا بتكلم على الانجن، الانجن ده السايز بتاعي عباره عن ايه يا جماعه؟ السايز بتاع السلندر واحده كام؟ باي على 4 دي سكوير ال. ده يا جماعه ده السايز بتاع 1 سلندر. طب لو ضربته في زد، ايه الزد ده يا جماعه؟ يبقى ده الفوليوم بتاع الانجن كله، ده اللي بنسميه بالسي سي وقلنا عليه الاسبوع اللي فات. يبقى ده يا جماعه الرقم ده، ده الفوليوم اس، حجم الانجن اللي بنقيسه بسنتيمتر كيوب او بالليتر لو انجن كبير شويه. طب لو ملتبلايد على ان في 60 فاي، ده يا جماعه بيمثل ايه؟ ده بيمثل الفوليوم فلو ريت اوف اير. الان ده اللي هو ريفوليوشن بير مينتس، ماشي بسبيد قد ايه. الفاي ده قلنا الاسبوع اللي فات برضه رقم بياخد واحد او اثنين. لو الانجن بتاعي تو ستروك بيبقى بواحد، ولو باثنين حطيت الفاي ده باثنين يبقى الانجن ده ماله؟ فور ستروك انجن اللي بينام مش وانس. هيك ماس. طيب لو ضربت فرو، يبقى ايه يا جماعه الرقم ده؟ ده عباره عن كميه الهواء الثريتيكال المفروض تخش الانجن. طب لو ضربت في ايتا فوليومتريك، يبقى ايه يا جماعه؟ دي كميه الهواء الايه؟ الاكتوال، كميه الهواء الاكتوال المفروض تخش. طب لو ضربت في الفول تو اير ريشيو، يبقى انا بتكلم هنا على حساب ايه يا جماعه؟ على حساب كمية الفول اللي استهلكت. لو الامدد فول دي اتضربت في الهيتنج فاليو او الكالوريفيك فاليو، يبقى انا بتكلم فيها يا جماعه كمية الهيت ادد اللي راحت للانجن. طب لو الهيت ادد دي ضربتها في الانديكيتد افشنسي، يبقى انا بتكلم في ايه دلوقتي يا جماعه؟ بتكلم في ترم الانديكيتد باور.
الترم ده كله بيعبر عن الانديكيتد باور. طب لو ضربت في ايتا ميكانيكال يبقى انا بتكلم فيها يا جماعه، بتكلم في البريك باور. فدي معادله بنحب نحطها بالشكل ده عشان يبقى عيني عليها قدام، مهمه جدا. ايه اهميتها المعادله دي يا جماعه؟ دايما كده بنحب نحطها بالشكل ده عشان انا دايما اي ديزاينر او اي مانيفاكتشر بتاع انجن هدفه دايما عايز يزود البريك باور، فبيبص على الترمات اللي قصاده دي كلها. لما احب ازود الباور ايه اللي اقدر اشتغل عليه بجد ويزود لي الباور بدون ما يعمل اي مشاكل؟ هنلاحظ ان انت لما بتحب يعني ينفع ازود الفولت ريشيو، طبعا لو زودت الفولت ريشيو هنا مثلا هيزود البريك باور، ينفع؟ لا. لو زادت قوي عن رقم معين هيبقى يا جماعه دخلت في منطقه ريتش مش هيحصل احتراق اساسا، صح ولا يا جماعه؟ فبالتالي ليه لها حدود. واحد يقول لي طب ما انت تعالى زود لي مثلا السبيد، طب من السبيد فعلا لو زودتها هيزيد البريك باور بس لحد ليميت معين، بعد كده يحصل فريكشن باور عالي. فميزه المعادله بالشكل ده ان بتديك كل الارقام اللي قصادك وتشوف تقدر تزود البريك باورز، تمام؟ طيب دي كان اخر حاجه قلناها الاسبوع اللي فات. تعال نكمل الجزء بتاع الانجن كلاسيفيكيشن. انا اضطريت اخش في الجزء ده عشان نشتغل في السكاشن الاسبوع ده، الناس تشتغل في السكاشن يعني. هرجع تاني للجزء بتاع الانجن كلاسيفيكيشن، مش هنمشي كده بعد كده تاني، هنمشي بالترتيب بعد كده. طيب تعال نكمل في انجن كلاسيفيكيشن اخر اكوردنج لشكل الكومبشن شامبر. الكومبشن شامبر بتاعتي ليها اشكال مختلفه تماما. ممكن يبقى شكلها ديسك. يعني ايه ديسك؟ شكلها كده عادي خالص اهو، دي السلندر وهنا ديسك، شكلها كده، وهنا حاطط الفالفز بتاعتي التيك فالف، وهنا حاطط مثلا البوجيه بتاعي في النص مثلا. او شكلها بيسموها حاجه شيب بيسموه بان كيك، بس واخد الشكل ده يا جماعه. بص ده البيستون والسلندر مايله شويه كده زي ما انا شايف كده، مايله شويه. هو ليه عاملها مايله كده يا جماعه؟ متخيلين بيعمل كده ليه؟ يعني بدل ما هو واخد الشكل ده كده، البان كيك ده اهو عامل كده واخد شكل مايل، تمام؟ وده شكل الايه؟ شكل البيستون. بيعمل كده يا جماعه، ده بيحسن عمليه الميكسنج هنا ما بين الايه والفول. في نهايه الكومبريشن والبيستون بيبتدي يتحرك لفوق، المنطقه الصغيره اللي هنا دي يا جماعه دي منطقه ايدز وسويلنج وبيحصل فيها سبريشن عاليه قوي، فدي حسن عمليه الميكسنج والمنطقه بتاعه الايه؟ ميكسنج والسويلنج ذات نفسه في نفس الوقت، فده بيحسن فبيعملها بالشكل ده. فدي بيسموها شكل البان كيك او شكل الويدج. الويدج شبهها شويه بس هي مثلثه بشكل شديد شويه برضه، نفس الايه؟ نفس الابروتش. ففي عندي شكل البان كيك وشكل الايه؟ الويدج. دي لما بيحب يشتغل عند لين كونديشنز، تمام؟ او عند اوضاع الميكسنج بتاع الهواء والفول ما قدرش يحسنه بشكل كويس، يضطر ان هو ايه يا جماعه؟ بيبقى محتاج يعمل شكل الكومبشن شامبر بالشكل، مش الشكل الديفولت اللي احنا عارفينه اللي هو الديسك اللي انا قلته من شويه. موجود بس مش منتشر قوي، تمام؟ طيب في شكل تاني بيسموه هيميسفيريكال، خليه نص كور او نص دايره، تمام؟ واخد الشكل الهيميسفيريكال اللي انت شايفينه ده صوت اهو، حطه كده. ده برضه نفس الكلام، دي منطقة فيها ميكسنج وهنا منطقة فيها ميكسنج. بالمناسبة المنطقة دي بتسمح ان يكون السيرفيس اير بتاعتها كبيرة عشان واخدة شكل السفير، فيقدر يحط فالفات كتيرة ويحط السبارك بلاك ويقدر يوزع الكلام ده. أولا كل ما بزود عدد الانتيك فالفز كل ما يكون ميزة، بالمناسبة بقدر أدخل كميات عالية، تمام؟ وأكبر، مش أخلي البوت بتاعتي ضيقة. مشكلة البوت لما تكون ضيقة يا جماعة وارد جدا يحصل شوكينج، عارفين خدتوا جاز دايناميكس يعني ايه شوكينج يا جماعة؟ يوصل الماخ نمبر لواحد وايه اللي يحصل بعد كده يا جماعة؟ ما يدخلش الماس في الويت تاني، تبقى السلندر فاضية من جوه، بس انت للأسف عامل بوت فيري نارو فيري شورت، الدايمتر بتاعها صغير مش صح. فده بيسمح لي ان هو بيزود السيرفيس اريا، فاقدر اعمل ايه يا جماعة؟ احط كذا فالف واحط فالفات بمساحات اوسع شوية. طيب في شكل برضه شبيه ليه بيسموه بنت روف، الشكل بتاع الروف ده اللي بنشوفه في بلاد بره، خلاص؟ نفس شكل الهيميسفيريكال بس شكله يا جماعه شكله بمناسبه ستريب كده. الحديه دي بتحسن عمليه السبريشن، و
وتحسن الايدي فورميشن وتحسن الفورتكس جينريشن، فده بيحسن عمليه الميكس. انا قاصد اعملها في الستريم لايت بوديز، ما بحبش اعملها تمام، لكن هنا لا انا قاصد اعملها عشان انا عايز اخلق منطقه سيبريشن واخلق منطقه يا جماعه ميكسنج، فدي بتبقى مقصود. بخلق شير اكتر وبخلق مناطق نيجاتيف بريشر، فيحصل ميكسنج وسيركليشنز ما بين طبقات الفلويد وبعضيها، سواء هنا لما يكون عندي اكتر من حاجه. فدي كلها شيبس موجوده. في شيب او تكنيك اخر بنعمله بنسميه سويرل كومبشن تشامبر. سويرل كومبشن تشامبر عامل ايه هنا يا جماعه في الشكل اللي قصادنا ده؟ بص عامل ايه يا جماعه الشكل ليه؟ الفتحه بتاعت الهواء والفلو هو داخل كده، واعمل ايه يا جماعه؟ قاصد ان هو يلف كده، بحيث اول ما يخش فين يا جماعه؟ يخش جوه الكومبشن تشامبر، عمال يعمل دوابات من جوه. فطبعا دي يا جماعه كل الاهداف او كل الديزاينز المختلفه دي هدفها ان هو يحسن عمليه ايه يا جماعه؟ يحسن عمليه الميكس. تمام؟ ودي بنحتاجها بالذات لما يكون شغال عند حاجه اسمها الترا لين كومبشن. طبعا كل التكنولوجيز دلوقتي في الحريق عايز يحرق الانجن، يحرق وكميات الفول اقل ما يمكن. طبعا هيوفر لي في الافشنسي ويزود الباور، وفي نفس الوقت كمان درجات الحراره تبقاش عاليه قوي، فبالتالي النوكس كمان يقل. فمميز جدا فكره الالترا لين كومبشن. فطبعا عشان يعمل الكلام ده بيحسن قوي، بيلعب في الميكسنج بشكل مش متخيلي. اي حاجه تحسن الميكسنج والسويلنج جوه الكومبشن شامبر بيعملها. تمام؟ فده تكنيك اهو باين قوي في الرسمه دي، ان هو اهو يدخله ويحصل ايه يا جماعه؟ يحصل الفكره بتاعت الايه؟ بتاعت سويلنج جوه. طيب في تكنيك تاني بيسموه حاجه اسمها ستراتيفايد كومبشن تشامبر. من اسم يعني سمعتوا كلمه ستراتيفايد يا جماعه؟ في حاجه اسمها هوموجينيوس ميكتشر، خليط متجانس، وفي حاجه اسمها ستراتيفايد. يعني ايه ستراتيفايد يا جماعه؟ واخد طبقات شويه، واخد ديستريبيوشن. فباين قوي من الشكل بتاع الستراتيفايد كومبشن تشامبر دي، زي ما احنا قلنا شويه برضه، بيبقى عنده في مناطق لين ومناطق ريتش. تمام؟ بيبقى طريقه الانجكشن بتاعه الفول جوه السلندر بيبقى عامل حاجه زي هنا يا جماعه، دي بيسموها زي بري كومبشن تشامبر، متكرره قدام، هنشوفها بشكل افضل قدام. بيبقى تشامبر صغيره عنده هنا وبينجكت الفول في التشامبر الصغيره دي، بيسموها حاجه اسمها بري تشامبر، هنشوفها قدام دلوقتي شكلها كده. ودي بتحصل كمان في الديزل انجن بالمناسبه كمان، بيبقى عنده قاصد يعمل حاجه زي كده. بيبقى ده السلندر وده البيستون بتاعه، وعامل حاجه اسمها بري تشامبر هنا. ايه الهدف بتاع البري تشامبر دي؟ معظم الديزل انجن بتشتغل فين يا جماعه؟ عند لو سبيد، صح؟ فلو سبيد ما عنديش مشكله، الوقت كافي جدا، فبيرش عادي خالص. لو لو سبيد انجن بيخش بيرش الفول هنا، وده البيستون بتاعي وده السلندر، وبيحصل عمليه الميكسنج. طبعا لو سبيد يعني يعني التايم كبير، عنده وقت يقدر يحصل الميكسنج والايفابوريشن والاوتومايزيشن والقصه بتاعت الديزل اللي احنا عارفينها. عارفين الديزل كده بيمر بمراحل، الموضوع مش سهل معايا زي البنزين. بترش الفول الاول، الفول ده يتعمل له اتومايزيشن عشان يتبخر، وبعد ما اتبخر الفول يبتدي يحصل ميكسنج بينه وبين الهواء اللي بيتكلم شوانس خليك معايا تفهم حاضر، يحصل ميكسنج بينه وبين الهواء، وبعد كده يحصل الكيميكال رياكشن، صح ولا يا جماعه؟ فده بياخد وقت. في حاجه اسمها الاجنيشن ديلي، مشهوره جدا في الديزل، مش اول ما بترش الفول بيحصل عمليه الاحتراق، بياخد وقت شويه، بيحصل ديلي للاجنيشن. طيب فده ماشي مع ده لما يكون لو سبيد. طب لما احب اشغل الديزل انجن از هاي سبيد، اما شركه كده مشهوره من شركات العربيات الكبيره بنسمع عنها، تروح تعمل موديل ديزل زيه زي البنزين كده ويشتغل عند 7000 و8000 ار بي ام، هيشغله ازاي؟ فبيعمل الفكره بتاعت البري تشامبر، الوقت غير كافي، ده هاي سبيد دلوقتي مش هيلحق يعمل كده. فبيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل عمليه الانجكشن في الفول في قلب البري تشامبر، يرش الفول هنا والمنطقه عاملها مايله كده، ويحسن عمليه الميكسنج هنا، بحيث المنطقه دي يحصل ميكسنج وسويلنج سريع وفيري كوندنسد، يعني مركز قوي 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 في المنطقه دي، واول ما الاحتراق يشتغل هنا يمشي في باقي الانجن بعد كده. عشان يا جماعه عشان الوقت ماله؟ الوقت هنا سريع، مفيش وقت،
فبيعمل الفكره بتاعت يا جماعه بيسموها الاستراتيفايد. طبعا شركات كتيره جدا بتعملها زي مرسيدس بنز، كل الشركات بتعملها مش قصر على حد يعني، دي بيسموها يا جماعه بيسموها استراتيفايد، يعني التوزيعه بتاعت الفول هنا مش متجانسه، مناطق ريتش ومناطق لين، في فرق كبير جدا. هنا التركيز بتاع الفول عالي قوي في المنطقه دي، وفي باقي السلندر ماله يا جماعه التركيز يكاد يكون بطيء. تمام، فدي البري تشامبر اللي احنا شرحناها او النوع بتاع الاستراتيفايد. بص في البري تشامبر هنا، بص بيحرق فين، بص يا جماعه الانجكتور فين، وده السلندر هنا وده السبيس بتاعه، بيحرق في منطقه زي هنا، دي بيسموها البري تشامبر، المنطقه اللي في النص. تمام، طيب يبقى ده كان اخر كلاسيفيكيشن بس كان ناقص لي الاسبوع اللي فات، اللي هو شكل الكومبشن تشامبرشن، في الشكل الديسك والشكل البانكيك والشكل الثاني الويتش والشكل البينت روف والشكل الهيمسفيريكال والشكل بتاع البري تشامبر اللي احنا قلناه خالص. في حد كان ليه سؤال؟ هياخد ايه؟ ايه اللي هياخد وقت اطول؟ هنا هياخد وقت اطول؟ ليه؟ هنا هياخد وقت اطول؟ ليه؟ عشان عملت انجكشن. هنا هياخد وقت اطول ليه؟ ليه هياخد وقت اطول هنا؟ انت اللي بتقول هياخد وقت اطول، بعد كده بتقولي ليه هيزيد؟ انا قلتش الوقت هيزيد هنا، بالعكس الوقت هيزيد ولا ايه؟ انا مش عارف ليه الوقت هيقل. طبعا هنا هيقل، هنا هقول لك انا ليه. هنا كثفت عمليه الحريق في المنطقه دي، ده سبيس صغير وعامل فيه شكل سويرلينج، المنطقه دي شكل بيسموها بري تشامبر وعامله وبدخل الانجكتور هنا بشكل سويلي، فهنا الميكسنج اللي بيحصل هنا في منطقه ضيقه جدا، فبيحصل رياكشن، بيحصل ايفابوريشن، كله بيحصل في المنطقه دي، وبحرق في وضع لين سوري وضع ريتش، فاحتمالات الحريق اسرع مما يكون. تمام، فبيحصل حريق سريع جدا هنا وبعد كده يبتدي ينتشر في باقي المكان معايا. لكن لما بحرق هنا في الدومين الكبير ده كله صعب عمليه الميكسنج تحصل، السبيس كبير، جيت بتنجكت في منطقه صغيره والمنطقه دي خالق مناطق ميكسنج وسويلج عاليه قوي فيه، طبعا يحصل هنا بمعدل اسرع طبعا، صح ولا ايه؟ ده هو ده بيعمل الاثنين اللي هو الكومبريشن انيشن والسبارك انيشن. الكلام ده بنعمله، بص يا جماعه انا بتكلم هنا على انجكت، الاغلب في التكنيك اللي بعمله ده بعمله في الكومبريشن انيشن، بس لو هحطه واشتغل زي الجي دي اي ممكن اعمل حاجه زي كده. بس احنا عارفين ان الاغلب بتاعت الانجكتور لوكيشنز بتاعت السبارك نيشن ما بحطوش في قلب السن الا في حاله الجي دي اي، صح ولا ايه؟ فهنا بدا بتكلم في حاجه زي كده، دي غالبا بتبقى ديزل شويه. تمام، ده بيسموه حاجه اسمها ان دايركت انجكشن، في حاجه اسمها دايركت انجكشن، ده بنسميه دايركت انجكشن في الديزل، وده بنسميه ان دايركت انجكشن. ليه سماه دايركت انجكشن؟ عشان ده بيرش فين يا جماعه؟ في قلب السلندر دايركتلي، لكن ده يا جماعه ما بيرشش في قلب السلندر، فده بيسموه ان دايركت انجكشن. ده بحتاجه في تطبيقات الديزل انجن اللي بتشتغل عند الهاي سبيد. ايه؟ مش سامعك والله. في حته في نفس المجال الفوق فيها ليه؟ في نفس المجال؟ يعني ايه فيها هيت؟ يعني ايه فيها هيت؟ مش حضرتك بتقول الحته اللي فوق بس فيها ميكس؟ الحته هنا دي ريتش، والباقي؟ الباقي هنا لين، في مناطق لين هنا. مش ايه؟ يعني كده تزود نقص ولا تزود تزود نقص ليه؟ مش ليه طيب قول لي. انت عايز الشامبر كلها تبقى حاجه واحده يعني؟ ها؟ مش ميزه بالمناسبه. مش ميزه. ده انا ببقى قاصد في اماكن معينه كده ان انا ما احرقش كله حاجه واحده. ما يبقاش كله هوموجينيوس، ده بيسموه هوموجينيوس ميكتشر اللي انت قصدك عليه. انا قاصد حاجه زي كده. فكره الهوموجينيوس ميكتشر تمام؟ فيها مميزات وفيها عيوب. هنا الريتش الموجود اللي عندك ده خلي بالك بالمناسبه مميز في حاجه واحده. ان هو بيخلي الداتا بتاعتك مش عاليه قوي. فبيقلل من احتمالات النقص. تمام؟ دي حاجة. حاجة تانية خلي بالك النقص مش قلت يا جماعة، في تكنيك بنعمله في النقص عشان نقلل النقص ده، بعمل حاجة اسمها مالتي ستيجنج.
ان انت بتدخل الهواء والفول ده على مراحل. سمعت عن كلمه المالتي ستيج دي في النقص؟ سمعتوا عنها متهيألي يعني. فانت يا جماعه ليه بيدخله؟ يخلي الفول هنا المنطقه دي ريتش في الاول، دخل شويه هواء مع فول قليلين عشان يبقى منطقه ريتش هنا، وبعد كده دخل الهواء ابتدي يا جماعه يوصل للنسب اللي هيشتغل عندها في مراحل متقدمه قدام. ليه بيخلى مناطق ريتش هنا؟ لما بيخلى مناطق ريتش هنا بيحصل حريق، مش فول مش فول كومبليت كومبشن، بس بيحصل عندها حرق اقل شويه من الطبيعي، عكس ما تدير ستاكمتك بالظبط مره واحده على طول كده، بتاعت حادث مره واحده على طول، لا انا اخليه يتحرق على مراحل كده. فده مقصود ان هو يعمل حاجه زي كده بالمناسبه. معايا؟ طب العكس، التكنولوجيز كلها دلوقتي بنفسه كل الناس تحرق ستراتيفايد، مش عايز يحرق هوموجينيوس. مش ايه؟ لا هو المنطقه دي بس، لكن الباقي فيه هواء هنا كتير. ما اللي ما تكملش هيكمل حريق، الهواء موجود برضه. هو انت يعني هحرق هنا والباقي ده ايه؟ ما في اكسجين هنا، في هواء موجود في كل المكان هنا. ده فكره المالتي ستيج، حاجه شبهها كده. خلاص اللي ما السي او اللي طلع من هنا والاو اتش هيكمل حريق، هو هيروح فين؟ ما هيخش فيه رياكشنز مكمله. معايا؟ بس انا اتحكمت، عملت كنترول للرياكشنز نفسه، ما خليتهمش كلهم يحصلوا مره واحده كده. اتحكمت فيه عشان اخلي درجات الحراره ما تزيدش قوي، عشان ابعد عن حته النقص. معايا ولا لسه برضه مش واصله لك قوي؟ انا قاصد حاجه زي كده. طيب قلنا بقى الجزء بتاع البرفورمانس ده اللي هو المعادلات بتاعته، دي الكلام بتاع الاسبوع اللي فات ده شارح هنا. في بقى جزء كل ده المفروض احنا قلنا، يعني انا بقالي اهو تلت المحاضره واكتر من تلت المحاضره بتكلم في كلام ده، ما قلتش بس غير حته الكومبشن شيب ازاي. تعال نكمل النهارده، عايزين ننهي الشابتر ده ان شاء الله. تعال نكمل في جزء تاني بنسميه الانجن اوبريشن والكومبوننتس بتاعته. تعال نتعرف، طبعا الكورس ما ينفعش نشتغل كده، لازم برضه محتاجين ننزل معمل نبص نشوف الانجن التفاصيل دي كلها. طبعا الوقت غير كافي، الكورس ده زمان كان بيبقى محاضره ونص، في اللائحه بتاعتكم دي خلوها محاضره واحده اسبوعيا يعني، فطبعا ده قلل في اللي هي التفاصيل. فهنحاول الى حد يعني حد ما ان احنا نشوف عن طريق فيديوز شكل الانجن عامل ازاي وايه التفاصيل بتاعه اللي جوه. فده فيديو بسيط بيوريك شكل الانجن بشكل عام. خليك معايا يا جماعه. الانجن بشكل عام يا جماعه دايما كده بنقسمه ثلاث حاجات زي ما هتشوف دلوقتي. في حاجه اسمها الانجن بلوك. الانجن بلوك ده اللي هنشوفه دلوقتي هو ده البلوك بتاعي اللي بيسموه الكافيتي، ده اللي فيه ده يا جماعه الكومبشن تشامبرز بتاعتك، سلندرز، هو ده السلندر. دي كافيتي موجود جوه بلوك كبير. طبعا جوه البلوك دي الشانلز اللي موجوده دي يا جماعه عشان يبرد الايه البلوك ذات نفسه، فبيمشي الميه والكلام ده كله. تمام. طيب يبقى ده البلوك. طبعا جوه السلندر المفروض يا جماعه في بقى البيستون بالكونكتنج رود بالكرانك شافت، هو ده الكرانك شافت بتاعك اهو هيوريهولك، وده البيستون ركب فيه. يبقى ده البيستونز وده الكونكتنج رود وده الكرانك. هيخش فين يا جماعه؟ كل ده هيخش جوه البلوك. البيستون ده هيخش جوه البلوك ويبقى كده كون البيستون سلندر ان. يبقى ده الايه؟ الايتم الثاني. يبقى احنا قلنا البلوك وفي الجزء بتاع البيستون بالكونكتنج رود بالكرانك شافت. طبعا زي ما احنا شايفين كده حوالين البيستون ده يا جماعه في في جروفز، دي اللي بيسموها الشنابل. طبعا البيستون ده عمال يتحرك جوه السلندر ففي سبيس ما بينهم. طب وانت بتعمل كومبريشن وفي سبيس كده في النص اللي يحصل يا جماعه الهواء والفول هيعدي من الجنب، صح ولا يا جماعه؟ فلسه حاطط يا جماعه حاطط جوينت، حاطط الجوان بس بيسموه شامبر، بيبقى من ماده ميتال شويه. تمام؟ وبقى الشنابر دي عشان كذا حاجه. اولا عشان الهواء والفول ما يخرجش بره السلندر وانت بتعمل الكومبريشن. تاني حاجه عشان وانت بتعمل الابلكيشن الزيت ما يخشش يتحرق جوه يا جماعه جوه التشامبر بتاعتك. طيب تعال نكمل. يبقى احنا قلنا دلوقتي ده الكرانك شافت بالبيستون بالكونكتنج رود هيخش فين؟ في قلب البلوك. ايه اللي موجود من تحت يا جماعه؟ من تحت دي بيسموها الاويل سامب اللي هي الكارتيريا بتاعت الاويل دي، الزيت كله بينزل يتدلدق من تحت كده. هنشوف دلوقتي. كل دي كيسنجز يعني، طبعا هتلاقي جير بتاع شافت بتاع الكام وشافت تاني بتاع الكرانك شافت والتفاصيل دي كلها والبلت ما بينهم. ده بقى
الفلتر ده المصفى بتاعت الاويل زي ما احنا شايفين كده، ودي الترمبه بتاعت الاويل ترمبه الزيت، ودي الكارتيرا دي عباره عن زي طاسه كبيره كده كلها فيها اويل، وبيحصل عمليه الابلكيشن ده الاستورج بتاعنا. طبعا اللي فوق ده يا جماعه بقى ده الجزء اللي بنسميه الوش بتاع السلندر الاوفر هيد، ده فيه ايه؟ ده في الفالفات، هو ده بقى جزء الفالفات. هيتحط فين؟ هيتحط فوق البلوك، تحط في وش السلندر. ده فيه الفالفات وفيه الكامز. الكام دي اللي هي يا جماعه اللي هي بتاخد الحركه بتاعتها منين؟ شافت اللي بياخد حركته من الكرانك شافت، والفالفات تبتدي تفتح وتقفل بقى. فيبقى كده اتكلمنا في ثلاث اجزاء، الجزء الاساسي اللي هو البلوك، الجزء بتاع البيستون سلندر، الجزء اللي بيتحط من فوق اللي هو يا جماعه اللي هو الوش بتاع السلندر. طبعا بيبقى الوش ده محطوط مع البلوك والاثنين ميتال، فلازم يحط يا جماعه يحط الجاسكت الجوان بتاعه اللي هو العربيه اللي بتسخن. يا جماعه مشكله سخونه العربيه بساله دايما سؤال للناس، ليه يا جماعه ايه مشكله العربيه تسخن؟ واحد يقول اصل الحديد بيسخن والمش عارف البتاع بيسخن. طب انا مالي ما الحديد ما يسخن؟ انت عندك بيحصل احتراق جوه الكومبشن شامبر. مشكله يا جماعه مش ان الميتال وكده، مشكله ان الجوان ده بيسيح، ده جوين معمول من ماده رابر بينتهي فعاليته، فلما الجوان ده بيسيح المجاري اللي ما بين الزيت والميه والكلام ده كله بيحصل يا جماعه بيخش في بعض والدنيا بتبوظ يعني. طيب فده الجزء بتاع الوش السلندر زي ما احنا قلنا اللي هو فيه الفالفات بقى. اهو بص ده الجو اهو ده البلوك، حاطط الجوان الاخضر وحاطط فيه الوش بتاع السلندر زي ما احنا شايفين، ويبتدي بقى زي ما نشوف ده هياخد سيكشن كده ليه ويوريك الحركه بتاعت شكلها عامل. هو ده الانجن بتاعه بكل بساطه، كل التفاصيل الاساسيه، مش هتكلم بقى في المسمار وفي الصاموله والحاجات الصغيره دي، بس ده المين سيمتم بتاع الايه يا جماعه بتاع الانجن بتاعك. دي بقى كلها كيسنج بقى عشان مفيش اي تراب اي حاجه ميه تخش جوه ده الفلتر بتاع الزيت. ده الاكزوست مانيفولد، طبعا الاكزوست ده بيروح يتجمع ويخرج من المصاعد اللي هي مصاعد الشكمان، ويبتدي بقى الانجن يشتغل اهو. هيعمل سكشن للانجن ويوريك بقى التفصيل اللي احنا قلنا عليها. ده الاويل سامب زي ما قلنا، ده الكرانك شافت، لما بيتحرك الكرانك شافت ده بيعمل حاجه اسمها سبلاشنج للاويل ذات نفسه، تمام. الحركه بتاعت البيستون جوه البلوك ومن فوق الايه الفالفات الانتيك والاكسهوست والكام اللي شغال عليها. بس ده الكام اهو زي ما هو، وده الفالف بتاعك، وده السبارك بلاك، ودي السلندر وفي الشنابر بتاعتها والتفاصيل الاساسيه اللي احنا قلناها من شويه. طيب يعني موري بقى سيكشن كده للحاجات اللي احنا قلنا، احنا كل الكلام ده عدينا عليه فهنعديه يعني. كل دي سيكشنز ليها بالاسامي بتاعتها فده عارفين التفاصيل بتاعتها دي كلها قلنا. هنا بس اللون الاخضر ده يا جماعه ده عباره عن ايه يا جماعه؟ دي الووتر جاكيتس اللي بيمشي فيها يا جماعه، بيمشي فيها الميه، فدي المجاري بتاعت التبريد اللي بيخش فيها يا جماعه بيخش فيها الميه، هي دي تبقى حوالين البلوك زي ما شفت مش حاطط كده فاتح فتحات معينه وعمال يمشي فيها مجاري، ما يخش تيجي من الراديتير تخش تعدي على البلوك تسحب منه الحراره ويرجع تاني فين يا جماعه؟ على الراديتير يبرده تاني. تفاصيل بعدين. يعني ايه سبارك بلاك؟ يعني ايه فالف؟ يعني ايه بيستون؟ يعني ايه بيستون رينجز؟ قلنا البيستون رينجز بقى. طبعا الحاجات دي احنا عارفينها، البيستون رينج قلنا هدفها يا جماعه الرينجز اللي هي الشنابل، قلنا هدفها ان هي عشان تمنع ان الهواء الفول يخرج بره السلندر وتمنع ان الاويل ماله يا جماعه يحصل ليكج للاويل، ان الاويل ده ما يخشش يتحرق مع الهواء والفول. موريك رسم اهو لشكل الايه؟ شكل الرينجز بتاعتك شو عامله ازاي. تمام؟ ده ده موريك هنا شكل الشكل بتاع الفالف وهو بيتقفل وهو بيتفتح. ده بالمناسبه شكل يعني الى حد ما قديم شويه، ان هو حاطط الروكر ارم ده فوق. يعني زمان كنا قلنا بنحط الكام شافت فين يا جماعه؟ حاطط الكام شافت في قلب جنب الكرانك شافت. ده الشكل مش الجديد، الجديد كله قلنا فين يا جماعه؟ بيحط الكام فوق، بيسموه اوفر هيد كام، اوفر هيد كام، كامه فوق معايا. طبعا ده بيوريك هنا حركه الكامه، فبيزق الروكر والروكر ده بيفتح ويقفل ايه؟ ويقفل الفالف بتاعه.
فالرسمه دي يعني رسمه قديمه مش موجوده دلوقتي. كل الفالفات دلوقتي الكامه من فوق بتاعتي. نعم. هو النور الموجوده في البستون. صوت يا جماعه، صوت شباب شباب باشمهندس، ايه المشكله مع الغياب؟ بقالك فتره يعني، ما تسيبوا الغياب، اكتب اسمك وخلاص. النقر في فراغ كده كانه مرفوض عليه، هل ده من الاوبريشن نفسه؟ فين؟ فراغات ايه؟ فوق البستون. فوق البستون ايه الفراغات؟ هنا؟ لا السطح من فوق. اه دي الشكل بتاع عشان لما يجي طبعا في كليرنس، طبعا ده شكل بتاع الفالفات، هو عارف شكل الفالفات ازاي. ده مش كده وبس، كمان ده هو ساعات بيعمل حاجه اسمها فين القلم؟ فين الشنطه؟ طب ما انت لازق فيها. طيب بص يا جماعه، احنا اتفقنا على المبدا ده يا جماعه. اي حاجه يا جماعه تحسن عمليه الميكسنج بتتعب. فهو ساعات بيعمل ايه يا جماعه؟ ما بيخليش شكل البيستون كمان بتاعي كده. ده شكل البيستون التقليدي اللي احنا بنرسمه. بيعمل حاجه اسمها كراون في البيستون. قاصد يعمل الشيب. ده برضه لما اجي اعمل كومبريشن اللي يحصل يا جماعه؟ ايه اللي يحصل هنا؟ شكل الكراون اللي موجود ده يبتدي يا جماعه يبتدي يحسن عمليه الميكسنج. فبيلعب في شكل البيستون بتاعه، مش لازم يكون الشكل التقليدي بتاع اللي هو الديسك عادي خالص. معايا؟ طيب فاحنا عارفين برضه الكومبشن تشامبر قلناها الكونكتنج رود، الرد اللي واصل ما بين البيستون لحد الكرانك شافت. الكرانك شافت طبعا هو ده الدرايفر، المين درايفر بتاع الانجن، هو ده اللي بيطلع الباور اللي بيروح بعد كده بقى فين؟ للترانسميشن لو بتكلم في عربيه، او بيروح ل الجنريتور لو بتكلم في باور جنريشن في ديزل انجن، يروح يتوصل بين بالجنريتور ذات نفسه ويحرك الروتور بتاع الجنريتور وهكذا بقى. فده الكرانك شافت. السامبل اويل سامبل هو الكارتيريا بتاعت الاويل اللي قلنا عليها، ده السبيس الكبير اللي هي يا جماعه اللي فيه كميه الاويل اللي بيحصل عن طريقه خلال الابلكيشن بتاعتك. وهنتكلم بالمناسبه دلوقتي على كل انواع السب سيستمز، عشان كده المحاضره هتبقى طويله شويه، ممكن اخد 5 دقايق او 10 دقايق منكم، معلش انا اسف يعني. طيب قلنا هنا الفرق بين الدايركت، بعض الترمينولوجيز اللي بنستخدمها بقى. قلنا الفرق دلوقتي بين الدايركت والاندايركت. دايركت يعني ايه يا جماعه؟ من اسمه كده بينجكت فين؟ دايركتلي في قلب السلندر. اما الاندايركت فين يا جماعه؟ الفول بينجكت فين؟ في سكندري كومبشن شيب، مش في نفس الكومبشن شيب، في حته اسمها بري شيب، دي بنسميها اندايركت. في شابتر مهم قوي هنتكلم عليه الشابتر اللي جاي الاسبوع الجاي ان شاء الله، هنتكلم عن حاجه اسمها الاي ام اس، الانجن مانجمنت سيستم. كل الانجن دلوقتي فيري سمارت، شغاله بكنترولرز اللي هو الاي سي يو كمبيوتر وسنسورز واكتويترز، فهنتكلم على الحته دي بشكل مستفيض قوي. ففي حاجه اسمها السمارت انجن، ان كل الانجن دلوقتي بقت كمبيوترايزد وعندك داتا ليه، وعندك مديله كده زي الجوريزم معين يشتغل ازاي، وسنسور واكتويترز والتفاصيل دي كلها. فده السيستم ده كله على بعض اللي هو بنسميه الانجن مانجمنت سيستم، ده فيري سمارت انجن دلوقتي، خلاص كله كمبيوترايزد كمان، تمام؟ فده هنتكلم عليه في شابتر مخصوص اصلا لوحده، تمام؟ طيب الاوفر هيت كام احنا قلناها؟ دي كمان بتبقى من فوق، مش نفس الشكل اللي احنا شفناه. وريتها لكم الاسبوع اللي فات كده، كان في موجوده في رسمه من رسومات الموقع اللي في الاخر خالص ده يا جماعه اللي ماسك الموبايل، باشمهندس سيب الموبايل يا جماعه. خدتوا الاتندنس بتاعكم ولا فين؟ طيب احنا كل اسبوع كده، هنا ورقه هنا ورقه هنا ورقه على طول كده كل اسبوع بنحبكم تيجوا يا جماعه. طيب الاوفر هيد كام قلناها؟ انا بعد بسؤال حاجات، طبعا الرد ده في رد واصل زي ما شفنا كده زي ركن واصل ما بين الكام لحد الفالف، في رد هو اللي بيفتح ويقفل سبريك، لما الكام ده بتلف بيطلع وينزل في رد، الرد ده متوصل بسبرينج عن طريق الانتيك فالف او الاكزوست فالف، فده كونكتور ما بين الكام وبين الفالف ذات نفسه.
في التايمنج بيلت ده بيعمل ايه يا جماعه؟ التايمنج بيلت ده سير بتاع الكتينه بيعمل ايه؟ التايمنج بيلت ده مشهور جدا. ده بياخد منين يا جماعه؟ الكام شافت اللي عايز يتحرك ده هياخد من الكام شافت ده؟ هياخده من الكرانك شافت. فده بيسموه تايمنج بيلت. وليه سماه تايمنج؟ ليه؟ بالمناسبه يا جماعه الفالفات زمان كانت بتفتح وتقفل في توقيتات ثابته. الانتيك فالف بيفتح في وقت معين ويقفل في وقت معين. ما بقاش موجود. في اواخر الثمانينات او اوائل التسعينات منع الكلام ده. كل عربيه بقى ليها تكنولوجيز مختلفه، وفي تكنولوجيز كتيره جدا بيسموها فاريبل فالف كنترول او فاريبل فالف تايمنج. بيلعب في التايمنج بتاع الانتيك فالف في القفل وفي الفتح، ويقعد يغير فيه مع السبيد مع الاوبريشن. هقولها مش عارف ما اقولهاش، ما اقدرش ما اقولهاش. القصه بتاعتها يا جماعه ده زي ما قلنا كده البيستن والكونكتنج رود صح، وده الكرانك شافت بتاعك. ده شكل الريفوليوشن بتاعتك. وقلنا المره اللي فاتت ده لو بنتكلم ده التوب ديد سنتر، تحت هنا البوتوم ديد سنتر. التوب ديد سنتر البوزيشن بتاعه نقدر نقول ان هو هنا. لما يمشي من التوب للبوتوم قلنا بيمشي كام يا جماعه؟ 180 ديجري. فلو عايز ارسم الانتيك بتاعك، الانتيك بتاعك ثيوريتيكالي من هنا لحد هنا. ده الانتيك. ده الانتيك فالف اهو، بنفترض اللي بيتكلم بيبتدي يفتح الانتيك فالف بتاعك عند توب ديد سنتر، ومفروض اول ما يوصل البوتوم يقفل. بس الكلام ده يا جماعه ثيوريتيكالي. لما بتكلم في هاي سبيد بشتغل عند هاي ار بي ام، ايه اللي بيحصل بقى يا جماعه؟ الوقت المتاح ان يخش فيه الهواء الفيلم بقى وقت قليل. ده اصلا في فتحه الفالف ده بياخد وقت عشان يحصل للفول ليفتنج، يبقى مفتوح لحد الاخر، بياخد وقت اساسا. المفروض يبقى توتالي ليفتد اول ما يوصل تو سنتر. فده معناه يا جماعه بنفتحه بدري شويه. بعمل حاجه اسمها انتيك فالف اوبننج، بحط كلمه اي قبليها. يعني ايه قبليها؟ يعني ايرلير، بخليها بدري. واجي اعمل ايه تاني في الكلوزنج هنا؟ بدل ما كان بيقفل هنا اخليها ليت انتيك فالف كلوزنج، يقفل هنا. فبدل الانجل بتاعتي كانت 180 عدت ال 180. 220 230 240 وبتتغير. بتتغير معايا يا جماعه؟ كل لما السبيد تزيد ايه اللي يحصل يا جماعه؟ الانجل دي تكبر معايا. حد يقول لي ليه الانجل تكبر؟ الوقت قليل. طب كل لما السبيد تقل ليه بتنزل توطى؟ صح؟ المفروض يا جماعه ليه؟ كل ما السبيد تنزل توطى. اولا انا عملت كده زودت الفتره المسموح فيها الهواء الفول يخش. فكده يا جماعه بزود الفوليومتريك افشنسي، فبزود. بص شفت الفوليومتريك افشنسي في المعادله بتاعت الباور، في اللي يحصل الباور بتاعتي تزيد على طول. طب في عيب قصاد ان انت عملت كده؟ اه في عيب بيحصل كده. زي ما عملت كده في الانتيك بعملها بالمناسبه هنا في الاكزوست. احنا قلنا الاكزوست بيحصل ايه بقى امتى؟ في هنا عندي اكزوست فالف بيفتح لما يكون البيستون عند البوتوم ديد سنتر ويمشي من التوب ديد سنتر، فبيفتح من هنا لحد هنا. ده الاكزوستنج. بس الكلام ده ماله؟ ماله يا جماعه الكلام ده؟ ثيوريتيكالي. اكشولي نفس الكلام برضه. بيأخروا شويه في الايه؟ يبدروا شويه في الفتح ويأخروا شويه، فواخد انجل برضه زيه كده اكبر شويه. اللي عايز اوصله يا جماعه ان في فتره هنا بنسميها فتره اوفرلاب. المشكله دي بقى ايه اللي بيحصل في الاوفرلاب ده يا جماعه؟ الاثنين مفتوحين، الانتيك فالف مفتوح والاكزوست فالف مفتوح. فانت حلو قوي، زمان انا عايز اقول لك زمان كان الفالفات والانجلز دي ثابته ما بيلعبش فيها. فالكلام ده حلو عند سبيد، ثابته عند سبيد معينه.
ايه هي يعني سبيد؟ الميديوم سبيد الانج شغال عنده طول الوقت. طب عند الهاي سبيد تعمل مشكله. ايه عند مشكله الهاي سبيد يا جماعه؟ الهاي سبيد الوقت قليل والانجل مش كبير قوي فمش حلو. طب عند اللو سبيد ايه مشكلتها؟ مشكلتها عند اللو سبيد يا جماعه الاوفرلابنج اللي موجود ده. الاثنين فالفز انت مش محتاج كده كده لو سبيد، مش محتاج تفتح بدري وتقفل متاخر، ليه مكبر الانجل ده لو سبيد؟ مش محتاجها، الوقت حلو معاك. بس ايه العيب اللي حصل مع الاوفرلابنج؟ تلاقي يا جماعه بص بقى بيحصل حاجه اسمها اوبن سيركت. الاكزوست بدل ما هو كان بيخرج من الانجن يحصل فين يا جماعه؟ يخرج من الانتيك فالف، ما الاثنين مفتوحين في نفس الوقت. فالهواء والفلو هو داخل كده يا جماعه يلاقي شويه اكزوست خارجين، فبيحصل يا جماعه بيحصل شويه بريشر دروب كده عند الانتيك، فده بيقلل الموضوع شويه، فده مش حلو. فهو بيلعب بقى اللعبه دي بالفالف ان هو بيجي يدي عند كل سبيد الانجل اللي هو محتاجها. لو سبيد مش محتاج يكبر الانجل فيخليها صغيره، عند الهاي سبيد محتاج يكبر الانجل بيكبر، وهكذا. فدي قصه كبيره جدا مش هنفع نتكلم عليها، بس حبيت اقولها. والتايمنج بيلت اداه من الادوات اللي بيقدر يتحكم فيها في الموضوع ده. طيب تعال نتكلم بقى على السب سيستمز اللي موجوده. احنا دلوقتي شرحت لك الانجن كله على بعضه. طبعا الانجن ده يا جماعه بيخدم عليه بعض السب سيستم زي الاجنيشن، زي الكولينج، زي الاكزوست، سيستمز مختلفه كتير كده. تعال نتكلم على اول واحد اللي هو الاجنيشن سيستم، ونبص على الفيديو اللطيف اللي قصادنا ده. مش موجود ولا ايه؟ موجود. طيب قبل ما نتكلم عليه تعال نبص على الرسمه اللي قصادنا دي، بيوضح المين كومبوننتس بتاعه الاجنيشن سيستم. المين كومبوننتس بتاعه الاجنيشن سيستم. طيب الهدف من ايه من الاجنيشن سيستم يا جماعه؟ الهدف من الاجنيشن سيستم ان هو يكون هاي فولتج ما بين التو الكترودز اوف ذا سبارك بلاج. سبارك بلاج اللي موجود عندك في قلب السلندر هنا فوق ده في النص ده، في هنا يا جماعه الكترود حاجه كده سبيس ما بين تو الكترودز، وبيحصل فولتج عالي ما بينهم، بيحصل عمليه ايونيزيشن وبيودي السبارك اللي احنا بنشوفه اهو موجود في الرسمه اللي قصادنا. شايف المسافه دي اهو ما بين ده وبين ده، ده الالكترودز بتاعنا. بيخلق الكلام ده ازاي بقى يا جماعه؟ بص بقى، اولا عندي الاساس بطاريه. البطاريه دي بتطلع 12 ل 18 فولت، صغير جدا. عشان توصل ويحصل كومبليت ايونيزيشن جوه السبارك بلاك بنتكلم في 220 240 الف فولت. طب ازاي اوصل من ال 12 18 فولت دولت لحد ال 220 الف وال 240 الف والارقام الكبيره دي يا جماعه؟ بيحصل الدايره دي بتاعه الاجنيشن. اول حاجه في عندي حاجه اسمها اجنيشن كويل. بيعمل ايه الاجنيشن كويل ده يا جماعه؟ كويل اللي هو المبينه، بنسميها المبينه في العربيه. ايه المبينه دي يا جماعه؟ الاجنيشن كويل دي بتعمل ايه؟ ده ترانسفورمر. في عندي برايمري كويل وسكندري كويل. يخش ال 12 فولت على البرايمري كويل ومزود عدد التيرن في السكندري كويل. صح ولا يا جماعه؟ طب هيوصل بالشكل ده من ال 12 فولت ل 220 فولت؟ لا. لازم يكون معايا يا جماعه معايا حاجه اسمها كونتاكت بريكر. هو ده اللي بيزود الفولتج. بيزوده ازاي يا جماعه؟ بيفتح وبيقفل الدايره بتاعته. هنشوفها دلوقتي في الفيديو. في فتره ان الدايره بتاعتك مفتوحه في كاباستور عشان يشيل ايه الفولتج ده، فتره القفل بيبقى شغال عادي. فده هنشوفه كده كونتاكت بريك، عمال يلمس كده يفتح ويقفل الدايره بتاعته. عارف يفتح ويقفل الدايره يعني ايه يا جماعه؟ عارف كده لما تبقى عندك اللمبه كده انت قاصد وانت صغير كده عمال تولع وتطفي في اللمبه لحد ما تتحرق، ايه اللي بيخليها تتحرق؟ ايه اللي بيخليها تتحرق؟ فترة الترانزيانت انت بتقوم الكرنت او تقفل الكرنت، ايه اللي بيحصل فيها يا جماعه؟ الريت بتاع الماجنتيك فيلد اللي بيطلع عالي جدا جدا، فالفولتج طالع عالي جدا جدا. ففي حاجه اسمها ايدي كرنت بتولع بشكل عالي جدا. ودي المشكله ان لما الكهرباء بتيجي او بتقطع مره واحده كده مع بعض بيحصل ممكن الموتور يتحرق منه. كرنت عدى بريت عالي قوي او فولت عدى بريت عالي جدا. فاللعبه بتاعت الفولت جنريشن العالي قوي مش من الكويل ده، من ايه يا جماعه؟
من الفتح والقفل السريع اللي عمال يعمله ده كله، هو ده اللي زود الريت اوف ماجنتيك فيلد عن طريق اوبننج والكلوزنج. تمام؟ طيب بعد ما زوده بقى ووصل فولتج عالي يوديها لحاجه اسمها ديستريبيوتر. هيعمل ايه الديستريبيوتر يا جماعه؟ هيوزع ال 220 الف فولت اللي طلعوا دلوقتي منين يا جماعه؟ على كل سبارك بلاك، على حسب مين السبارك بلاك اللي عليه الضوء. تعال نبص على الفيديو ده البسيط اللي قصادنا هيشرح الفكره اللي احنا ايه بنتكلم عليها. دي الرسمه اللي احنا قلناها، مش عارف البتاع اللي فوق دي مش متاح. اهو دي البطاريه، دي ده الاجنيشن، وده اللي هو الكونتاكت بوت. كونتاكت طبعا بيسويتش بيوصل الدايره بتاعه البطاريه لما بتدور العربيه. ده بقى البرايمري اللي هو لونه اورنج. بص السكندري اكبر شويه، ده الاجنيشن كله الموبايل. يروح فين بقى يا جماعه؟ بص الكونتاكت بريكر بقى زي ما احنا نشوف دلوقتي اهو، ده برايمري ويندنج اللي هو الدايره البرايمري عمال يفتح ويقفل في الدايره البرايمري ذات نفسها. بص الكونتاكت بريكر عمال يا جماعه يفتح ويقفل ده. بيدورها يبتدي يحركها في الفترة بتاعت الدايرة مفتوحة، طبعا يبقى في كاباسيتور يا جماعة عشان يخزن الفولتج فيه. في الفترة اللي هي مقفولة يبقى عمال يفتح ويقفل يا جماعة، يفتح ويقفل فيه الدايرة. الفتح والقفل اللي عمال يعمله ده كان زي مفتاح كده بتاع اللمبة كده أو الموتور، عمال تفتح وتقفل وهو قاصد يعمل حاجة زي كده. طبعا التكتيك ده قديم جدا، ده بنسميه كونفنشنال، مش موجود دلوقتي خلاص، بس لازم أشرح لك البيزك بتاعته. الجديد أصعب شوية وأعقد شوية، بس ده الكونسبت الأساسي اللي إحنا لازم نبني عليه. طيب بعد ما عمل بقى القصه اللي احنا قلنا عليها دي وزود الفولتج بتاعي، هيخرج بقى من الاجنيشن كويل ده يروح فين يا جماعه؟ يبقى هو عمال يفتح ويقفل في الدايره البرايمري دي. فطبعا اللي يحصل على السكندري الفولتج بقى يزيد في السكندري نتيجه الكويلز الزياده ونتيجه الفتح والقفل اللي عمال يحصل بشكل مستمر دي. فيطلع الفولت اللي هو الكبير بقى ال 200 ولا ال 220 الف ولا اي رقم بقى، ده مش مهم يعني. يروح فين بعد كده؟ يروح على الديستريبيوتر بتاعك. هيطلع من الاحمر ده بقى الفولتج العالي يروح فين؟ على الديستريبيوتر. ودي عباره عن ارم بيلف كده، ولما يجي يلمس في الحته دي يوصل السبارك بلاك ده يلمس في الثاني للثاني وهكذا، عمال يوزع ايه يا جماعه؟ الفولتج العالي لكل سبارك بلاك على حته. في فيديو كده ده الكونفنشنال دي الدايركت اجنيشن، بصوا عليه انتوا يعني، هبعت لكم الفيديوهات دي انتوا بصوا عليها معلش، عشان بس الوقت ايه، انا عايز اعدي اقول كل حاجه. طيب احنا كده قلنا الاجنيشن، تعال نبص على الابلكيشن، بيحصل الابلكيشن ازاي جوه الانجن. ده الصامب اللي هو الاويل صامب بتاعتك زي ما قلنا من شويه، ده الترمبه بتاعت الاويل واخد من كرانك شافت في بيلت موصل من ده لده، ده بيسموها سترينر الاويل ده، وهو ياخد يعدي على زي سترينر كده عشان لو في اي شوايب او اي رايش من الحركه اللي السلايدنج دي بياخدها، بعد كده يروح على الترمبه بتاعت الايه بتاعت الاويل. اويل بومب بتاعتك تزود البريشر طبعا عشان هيعدي على بايبس كتيره جدا فمحتاج يزود البريشر، وبعد كده ده بنسميه بريشر ريجليتر عشان يخلي الضغط هنا ثابت طول الوقت، وده الفلتر بتاعك يعدي بقى جوه ايه؟ جوه شانلز من جوه جوه الفلتر ده بحيث يتخلص من اي زي ما قلنا يا جماعه اي حاجه موجوده جوه. وبعد كده الاويل ده فين؟ اللي طالع من هنا ده يروح بقى على التشانلز المختلفه هنشوفها دلوقتي. طب هنا بيسحب بقى بيشيل بقى الشوايب ويتخلص منها ويحتفظ بيها، والاويل يطلع فين؟ يطلع من هنا بقى. يبتدي اول حاجه الاويل ده فين يا جماعه؟ اهو يعدي على زي فوست كده حنفيه يعني او جيت بسيطه كده. بص الجيت دي بتعمل يا جماعه؟ بتضرب اويل كده في الايه؟ البيستون ده هو طالع، فعمال يعمل عمليه سلايد ويخش برضه زي ما نشوف ده، دي جورنال بيرنج
عارفين الجورنال بيبنج؟ سمعتوا عنها طبعا، خدتوها في المسائل بتاعت الفلويد ميكانكس بتاعت الشير ستريس اللي بتشتغل فيها كده. خلاص، عبارة عن اويل، طبقة اويل، طبقة الاويل دي اللي موجودة اللي قصادنا هي اللي شايلة تقريبا البيرنج دي، هي اللي شايلة الشافت بتاعك على الاويل ده زي ما احنا شايفين. وهنا عمال النازل اللي موجود قصادنا ده عمال ينجكت الاويل، فده عمال يسلايد فبيعمل عملية الابليكيشن. طبعا الشامبر اللي موجود ده مانع الزيت ان هو زي ما قلنا ان هو يخش، فبيسلايد بس عشان يمنع الوير والفريكشن بين البيستون وبين السلندر، والشامبر منع ان هو يخش جوه. طيب يبقى كده انا اتكلمت على ازاي الجورنال بيرنج بتاعت الكرانك شافت ازاي. طبعا لو بتكلم في ديزل انجن كبير طبعا الكرانك شافت بتاعه كبير فبيشيلوا جورنال، طبعا ما يشيلوش بيرنج عادي، فلازم يبقى فيه جورنال بيرنج. بعد كده بيتكلم في الفالفات بقى والكامات بقى، طبعا نفس النازلز اللي موجود اللي قلنا عليها برضو عمال يرش هنا على الحركه بتاعت اللوب بتاعت الكام شافت، طبعا مع الرود اللي موجود كل الكونتاكت اللي عمال ده يخبط في ده وده يزق في ده، طبعا مع الوقت اللي ما فيش الابلكيشن بيعمل وير، فطبعا بيحصل مع الوقت يا جماعه يحصل يا جماعه يحصل ما يبقاش فيه في كليرنس، فبالتالي تلاقي الايه بيبوش مع الوقت كده، بيسموه بوش، فما بيديش الاكيورسي بتاعته في كل حاجه مظبوط، في الفتح في القفل في كل حاجه. كل الزيت بعد كده بعد ما تطرطش كده يبتدي يدلدق تاني في الكاريتيرا صح اللي هي اويل سامب، وياخد زيت جديد ويعمل القصه بتاعتنا اللي احنا قلناها. طيب احنا كده قلنا الكولينج، سوري قلنا الاجنيشن، مش لاقي فيديو للكولينج مع انه كان موجود يعني، مش لاقي فيديو للكولينج. طيب الكولينج هشرحها من على الرسمه دي، معلش هي ليها فيديو كده بس مش عارف اطلع فين. طبعا الكولينج بتاعي بيبقى دايما حاطط الرادياتور بتاعي في وش الانجن، عشان طبعا لما الانجن بتاعك يتحرك اول حاجه يخبط فيها يا جماعه يخبط فيها الرادياتور بتاعك، الرادياتور بتاعك. صوت يا جماعه، صوت يا جماعه. طبعا الرادييتور ده عباره عن هيت اكستشينجر زي ما احنا عارفين كده، الميه ماشيه في اتجاه والهواء بيتبرد باي الاير ذات نفسه، الهواء ده بيخش يخبط في السبيس بتاع الميه فالميه تبرد. طبعا الميه السخنه تخش فين يا جماعه؟ الدخول بتاع الميه فين؟ تلاقي الخرطوم بتاع الميه السخنه فين؟ والبارده فين؟ السخن يخش فين يا جماعه؟ السخن يخش فوق، درجه حرارته عاليه، كثافته مالها قليل، فتلاقي دايما الميه الهوت تيجي من هنا، والبارد فين يا جماعه؟ ياخد الفول بعد ما يتبرد كده يعدي كده هنا يتبرد ياخد الميه الايه؟ البارده. فدايما كده هتلاقي الدخول بتاع الرادياتير اللي جاي من الانجن السخن من فوق طبعا عشان يعمل البوينسي والكونفكشن والتفاصيل اللي انتوا شطار فيها بتاعت الهيت ترانسفير دي. فاتبرد خلاص يخش فين بعد كده يا جماعه؟ يخش الميه دي على البلوك بتاعتك في التشانلز بتاعتك، يسحب الحراره من قلب الايه؟ من قلب البلوك، وبعد كده يعيد القصه ايه؟ القصه تاني. طبعا في عندك مروحه لو الانجن ده زي ما احنا بيحصل كده في اشاره ولا حاجه او الدنيا زحمه ومفيش سرعه هواء، يبتدي يا جماعه الفان تشتغل عشان يبرد الهواء مش من الايه؟ من سرعات الهواء الطبيعيه، من الفورس كونفكشن بتاعت المروحه ذات نفسها. طبعا عندك ثيرموستات دايما كده ما بيشغلش المروحه غير فين يا جماعه؟ غير لما بيوصل لدرجه حراره معينه، او ما بيشغلش دايره التبريد ساعات غير لما بيوصل لدرجه حراره معينه. يعني انت لو جيت دورت الانجن الصبح في عز الشتاء هشغله ليه؟ بالعكس انت عايز تعمل وورمنج اب للانجن، فهو اصلا بيفصل الرادياتير خالص، ودي خطا دايما الناس بتقع فيه. حتى لما بيجيب ساعات في ناس عندها مشكله في الموتور بتاعها بيجيب موتور استيراد كده يجيبه من بره ديزايند على الظروف بتاعت بره، بره طبعا الجو ساعة جدا عندهم، فبيقعد اول 10 ربع ساعه وهو بيعمل ستارتنج مش مشغل دايت فيتير خالص، مش ظابط الثرموستات، على ظابط الثرموستات على الكونديشنز بتاع بره. تقوم انت جايب الموتور الاستيراد بتاعك حاطه في الجو بتاع مصر اللطيف والصيف الحر الحلو بتاعنا ده، وعامل ايه يا جماعه؟
الثرموستات قافل دايره الريلاتير اساسا. ما ينفعش. معايا يا جماعه؟ فالثرموستات ده هدفه ان في اوقات ما انا عايز اعمل فيها ورمنج اب للانجن، مش هدخل ميه على الريلاتير، عايز الانجن يسخن بسرعه. في بعد ما بيوصل درجه حراره خلاص بقى اللي هو ابتدي الميه الانجن هيسخن، يبتدي ايه يشغل الايه؟ الدايره بتاعه الايه؟ بتاعه الريلاتير بتاعه. فده وظيفه الثرموستات ومهم جدا طبعا، في ناس جدا بيحصل لها مشاكل بسبب الثرموستات. طيب هنا بيتكلم ده شكل ايه يا جماعه؟ ده ايه الشكل اللي قصادنا ده؟ ده شكل التربو تشارجر اللي احنا شرحناه الاسبوع اللي فات، او السوبر تشارجر. ده تربو هنا موجود في الرسمه دي. اه ده واحد، ده سنتريفيجال باين قوي الريش بتاعته اهو، واحد توربن والتاني كومبريسور، ده تربو تشارجر. تمام؟ خليك معايا يا جماعه. زي ما احنا قلنا كده المره اللي فاتت، بيجي الاكزوست اللي خارج من الانجن، مش احنا قلنا يا جماعه دلوقتي بقدر اتحكم في الاوبننج والكلوزنج بتاع الاكزوست فالف؟ فاعمل ايه يا جماعه؟ اخلي الاكزوست فالف يعمل ايه يا جماعه وهو بيخرج؟ يفتح بدري شويه. ليه يفتح بدري شويه؟ ليه يفتح بدري شويه؟ عشان يخرج الاكزوست عند ضغط ودرجه حراره عاليين شويه. انا اصلا طب ليه؟ عشان ازود الافيلابيلتي والاكسيرجي والاكسيرجي بتاع الاكسيرجي. طب ليه بزود الافيلابيلتي والاكسيرجي؟ عشان لما يخش على التربن ده يا جماعه يبقى جواه شويه انرجي محترمين يقدر يطلع ورك يدرايف بيه الكمبريسور. فالكمبريسور ده بياخد الهواء بتاعه من الاتموسفير ويضغط الهواء، الهواء ده يخش فين يا جماعه؟ يخش على الانتيك فالف بقى وايه؟ ويعمل القصه بتاعتي بس عند ضغط اعلى شويه. فده اكيد زود ايه بقى في المعادله اللي موجوده قصادنا دي؟ المعادله بتاعت البيك بوينت كتبتها في الاول. بص التربو تشارجر عامل ايه في المعادله دي؟ عامل ايه يا جماعه؟ اللي كتبتها من شويه لما عملت التربو تشارجر ايه اللي اثر ايه في المعادله؟ اثر في الترم ده، في الدنسيتي بتاعت الهواء. الدنسيتي عباره عن بي على ار تي. فلما زودت البريشر بتاع الهواء بالكمبريسور ده زود الدنسيتي قوي، فراحت الباور تزيد قوي. يبقى التربو تشارجر او سوبر تشارجر تكنيك بعمله عشان ازود الباور بتاعت الانجن، بيزيد لها 20% بدل ما كنت بطلع يعني الرينج بتاعي ممكن اكتر او اقل، يعني بدل ما كنت بطلع 100 هورس باور ده بطلع 120 و125 و130 كمان في بعض الحالات. عن طريق يا جماعه حاجه كده قد كف ايديك، التربو تشارجر كومبريسور تيربون بيتحط جوه الايه؟ الانجن. معايا؟ طيب قلنا بقى عايز اقول بس الاكزوست اخر حاجه، اخر حاجه الاكزوست سيستم. عايز اقول اخر حاجه اللي هو الاكزوست سيستم. يبقى احنا قلنا ايه يا جماعه؟ قلنا السب سيستمز، اتكلمنا على الانجن، قفلناه، شرحت الاوبريشن بتاعه بالفيديو اللي احنا شفناه، بعد كده اتكلمنا على بعض التكنولوجيز اللي موجوده زي يعني ايه دايركت واندايركت سمارت انجن انجن مانجمنت سيستم، التفاصيل دي كلها. بعد كده اتكلمنا على بعض السب سيستمز زي الكولينج زي الاجنيشن زي الابلكيشن، صح ولا يا جماعه؟ مهم قوي نتكلم على الاكزوست سيستم. الاكزوست سيستم مسؤول عن حاجتين يا جماعه. بيعمل ايه الاكزوست سيستم يا جماعه؟ اولا بيخرج الاكزوست، والاكزوست دي اصلا الفلو بتاعي بالسيتنج، الفلو فالف عمال يفتح ويقفل، فالفلو بتاعي مش شكله كونتينوس وخارج عند بريشر عالي وعمال يعمل بالسيشن يفتح ويقفل الفالف. فايه اللي بيحصل يا جماعه؟ لو ما فيش عندي اكزوست سيستم كويس تلاقي الانجن بتاعه نويزي، صوته عامل مشكله، في كلام يا جماعه، في دوشه يا جماعه، يا شباب شباب مش ونسي. وما ينفعش يا جماعه وقت الغياب كده تعدي عادي، كل واحد يكتب اسمه، لازم تكتب لي اسم معاك. اصل حسام مكلمني على الموبايل وبعت لي مسج، قلت معلش اكتب له اسمه. انا لو نيت يا جماعه وحصل مشكله يبقى خلاص. ما ينفعش كده يا جماعه، يعني كده نتعامل كده تحضر شويه، ما ينفعش. انتوا شباب كويس يعني يا جماعه، يعني مش الناس اللي الواحد بيشوفها في الحته، المفروض في كده تحضر وادب واخلاق وامانه وصدق، يعني من افضل الشباب الموجوده في البلد يعني.
برضه يعني لازم تتلوث بالاجواء اللي موجوده، ما ينفعش تبقى برضه يعني. طيب فالاكزوست سيستم مسؤول عن حاجتين، يخلي الاكزوست بتاعي سموث ويقتل اي بالسيشن فيه، ودي حاجه كده ايه اوبشن يعني، طبعا مش اوبشن يعني، بس يعني الاهم منها التخلص من الاميشنز، بلاوي السوداء اللي احنا بنشوفها في الانجنز دي، النقص والسي او والانبرنت هيدروكارب، كل القصه بتاعت الاميشنز دي عامله لي مشكله، فمفروض الاكزوست سيستم مسؤول عن الكلام. تعال نشوف الفيديو اللي قصادنا ده ونفهم بيشتغل ازاي. طيب قبل ما نتكلم عليه، اشهر ثلاثه اميشنز، انا بتكلم في السبارك اجنيشن انجن، سبارك الديزل اكبر شويه، ديزل يزيد عن الاميشنز اللي بنقولها دي، يزيد في حاجه اسمها سود، طبعا السود ده مشهور جدا اللي هو بيسموها البارتيكلت ماترز. طيب اسوء ثلاثه اميشنز في السبارك اجنيشن انجن الانبرنت هيدروكربون، تفاول ما تحرقش، في ايه يا جماعه ده؟ في اتش سي هيدروجين وكربون، وفي تاني واحد اللي هو السي او، وتالت واحد بنسميها النقص، دولت اسوأ ثلاث حاجات. المفروض وظيفه، طبعا ده بدخله على حاجه اسمها كاتاليتيك كونفرتر، مشهور جدا كاتاليتيك ايه يا جماعه؟ كونفرتر بيسموها ثري واي كاتاليتيك. ليه ثري واي؟ عشان الثلاث حاجات دول. فيعمل ايه يا جماعه؟ يحول الهيدروكربون ده ل H2O و CO2، والسي او برضه يحوله فين يا جماعه؟ يحوله ل CO2، والنقص يحوله ل N2 و O2. ما عنديش مشكله في اي حاجه من دول، طبعا السي او 2 ده اصلا يعني عندي مشكله فيه، بس يعني اخف في ضرر من السي او. السي او ده يعني لو بتركيز عالي كده في مكان ممكن تموت. ليه تموت؟ بتحصل حوادث كده كنا بنسمعها كده، حوادث مفتعله يعني، بس هي بتبقى مصوده وبيحقق فيها القانون، بيجيبوا خبره فيها. واحد يتحبس كده في جراج وبتاع والانجن شغال والمفتاح مش موجود ونسبه سي او عاليه مع الوقت ومكان مقفول، ايه مشكله السي او يا جماعه؟ غسام محتاج اكسجين عشان يطلع، فعمال ياخد اي اكسجين في الجو وكده، فعلى الوقت يا جماعه مفيش اكسجين في المكان، فبتتخنق وتموت، فده مشكله السي او. زائد تركيزات عاليه منه في الدم مشكله، فالسي او ده حاجه صعبه جدا. نقص طبعا مشاكل الاورام لا قدر الله الموجوده كلها في الجهاز التنفسي كلها بسبب النقص، مش مره واحده تشم نقص يعني، انت عايش في انفايرمنت عمال طول اليوم تتعرض للنقص كل يوم وكل ساعه وكل ثانيه، مع الوقت بيحصل مشاكل، تبتدي يحصل التهابات والتهابات تتحول لاورام ويحصل المشاكل اللي احنا كلنا بنشوفها عند الناس الكبيره في السن، او حتى بقت عند الشباب الصغير دلوقتي لا قدر الله يعني، بسبب الموضوع النقص. الامبرنت هيدروكربون حاجه كده شبيه النقص، فطبعا دي حاجات ما ينفعش تتكون. مش الفيديو كان شغال ولا طيب، فبنعديها على حاجه اسمها كاتاليتيك كونفرتر اهو، هنشوف دلوقتي ده الكاتاليتيك كونفرتر بتاعك، هنشوفه دلوقتي. طيب كويس ان هو الفيديو وقف كده، ده الانجن هنا يا جماعه، ده الانجن بتاعكم هنا، كل سلندر الاكزوست فالف بتاع السلندر دي، ده بيسموها حاجه اسمها رانر، الرانر ده متوصل بالمانيفولد الكبير، كلهم هيتجمعوا على مسار واحده، فده الرانر الاولاني والثاني والثالث والرابع، يخش الاكزوست من كل رانر ويتجمع في المانيفولد. طيب حاطط هنا يا جماعه، خلي بالك كده، ده ما هنشوفه قدام ان شاء الله، ده بيسموه حاجه اسمها لامدا سنسور او اكسجين سنسور، سنسور مشهور جدا بنحطه في الانجن، مش نشوف يا جماعه من اسمه كده يعني ايه لامدا سنسور، لامدا سنسور او اكسجين سنسور، بيقيس نسبه الاكسجين واللامدا اللي هي الاكسس اير في الخروج
عشان يعرف يا جماعه انا كنت لين ولا ريتش ولا ايه بالظبط، عشان يبعت السيجنال بتاعته للكنترولر ويعرف الاوبريشن بتاعه عامل ازاي. ويعدي بعد كده فين يا جماعه؟ على الكاتاليتيك كونفرتر. يا باشمهندس بعد اذنك، يا باشمهندس بعد اذنك لو خلاص يا جماعه والله ما عنديش، والله الكلام ده انا بقوله زياده والله. لو انتوا فعلا يعني انا دخلت في خلصت فاضل لي بعد ايه اصلا؟ فاضل لي بعد ايه برضه؟ ان شاء الله هحاول اخلص في بعد ايه. مش محتاجة اقول تفاصيل كتير قوي واعمل الكلام، لو انتوا يعني عايزين الحد الادنى ما عنديش مشكله. بحاول عشانكم والله. مش عشانكم، عشان اكون صريح معاكم بشكل شخصي ليكم يعني. عشان اهاليكم اللي في البيت والله. فعلا يعني. مشفق قوي عليهم في الظروف الصعبه دي كلها ان انت ما بتعلمش كويس يعني. يعني تفك حبلك انت في اخر سنه كده وهو عايز يخلصك كده عشان ايه؟ تشتغل بقى. فربنا يكون في عونهم والله في الظروف الصعبه دي. فانا مشفق عليهم هم اكتر منكم انتوا يعني. انتوا يعني مدركين، في ناس منكم مدركه وفي ناس ثانيه ولا في دماغها اي حاجه. مش حاسس باي حاجه. طيب. الكاتاليتيك كونفرتر ده اللي هنشوفه دلوقتي بقى يا جماعه بيعمل القصه اللي احنا قلنا عليها. يخرج بقى يا جماعه، يخرج من هنا ايه؟ الايميشنز بتاعتي ما فيهاش اي ايميشنز. ما فيهاش اي مشاكل صحيه خلاص، طبعا بحدود يعني. ما بيتخلصش بمناسبه من كل يعني. بس في حدود معينه ريجيليشنز بقى بنحطها، يعني طلعت 10 بي بي ام ماشي هنمشيها. مش هقدر اخليه زيرو يعني، ما حدش بيقدر يعمل كده يعني. بس في حدود معينه امنه بنتفق عليها كده وخلاص، وبيحطها كل بلد وبلد. في اوروبا ليها اسمها يورو 5 يورو 6، كل شويه عمال يعلي في ريجيليشنز. بيكلف 20 30، ما فيش حاجه اسمها سي او 2 اصلا. وليه بيروحوا ناحيه رعبات الكهرباء والكلام ده كله؟ مش عايز. مش عايز. فبيطلع من هنا كلين، ما فيهوش اي ايميشنز. يخش فين يا جماعه؟ يخش على المفلر ده. في ريزونيتور والمفلر ده عشان يتخلص من البلسيشنز اللي فيه. ويخلي الصوت بتاعه ماله يا جماعه؟ سموث. فيطلع في الاخر من التيل بايب الاخر خالص مفيش فيه اي صوت، مفيش اي فيه نويز، وكمان مفيش فيه يا جماعه مفيش فيه اي مش. تعال نشوف بقى التفاصيل اللي من جوه. دي الشكل العام بتاعه. اهو ده المانيفولد بتاعك. خرج بقى من كل سلندر، عدى بقى على الرانر، وعدى على الايه يا جماعه؟ عدى هيخش على اللامدا سنسور الاكس، ويقيس نسبه الاكسجين بتاعته ويخش عليه يا جماعه. هو ده الكاتاليتيك كونفرتر. ايه قصه الكاتاليتيك كونفرتر ده يا جماعه؟ ده عباره عن اهو دولت الثلاث ايميشنز اللي عندي مشكله فيهم، اللي هو النوكس والسي او والانبرنت هيدروكا. ثلاث اسوأ ثلاث حاجات اللي قلنا عليهم. ايه قصه الكاتاليتيك كونفرتر ده يا جماعه؟ ده موجود في بعض الانجنز مش كلها، حاجات اللي ليها جايه من بلاد كويسه هنا بتحترم موضوع الايميشنز، بيحط ريجيليشنز ويبقى موجود. بالمناسبه بقى ده سيستم غالي. في ناس بتسرق الحاجات دي. بيلعب في الشكل، فاهم؟ ليه؟ معمول من نوبل ماتيريال، معمول من بلاتينم، معمول بباليديوم، معمول من نوبل ماتيريالز عشان ده كاتاليست. سطح ايه الكاتاليست يا جماعه؟ سطح معين. يعني النوكس ده زي ما احنا شايفين كده يا جماعه اللي قصادنا اللي هو 2 NO يعدي على السطح ده يا جماعه، فايه اللي يحصل؟ اللي هو الكاتاليست ده عباره عن زي ما احنا هنشوف كده مايكرو تشانل هاني كامب كده زي ما احنا شايفين كده، يخش هنا في التشانل الصغير ده النوكس هنا ال NO يعدي جوه السطح ده. فايه اللي يحصل يا جماعه؟ ال 2 NO يحصل فيها يا جماعه؟ معلش انا مش ايكوليبيوم، ده رياكشن عادي خالص، معلش انا اسف يعني. يتحول ل N2 بلس O2 بس كده. فده كاتاليست، فبيجيبه من نوبل ماتيريال. فعنده هنا زي ما هنشوف دلوقتي شكله عامل ازاي. اهو ده اول شانل اهو، ده معمول من بلاتينم ريديوم. حاطط الشانلز كده مايكرو تشانلز دي موجوده، وحاطط ماده سيراميك عشان يا جماعه يستحمل درجه الحراره العاليه. معايا؟ طيب. وبالتالي ايه اللي هيحصل بقى يا جماعه؟ زي ما احنا هنشوف كده، ده اول بلوك.
بص هيعدي جوه التشانل ده زي ما هنشوف دلوقتي. اول حاجه ده يا جماعه ده بيتكلم هنا على النوكس بقى. بص النوكس هيجي 2 ان هيتفك مع بعض، يتفك منه الاو هنا وده يتفك منه الاو ده او يطلعوا او 2 ويتبقى الان 2 والان 2 مع بعض وهكذا. يجي بص اهو عدى على الكاتاليست بس السطح، حصل اكتيفيشن للرياكشن زي ما احنا شايفين كده اهو، اتوم لونها ازرق والاتوم لونها احمر. الازرق دي هي النيتروجين والاتوم لونها احمر اللي هو الاو، ملزوقين في بعض. واعملها هنا 2 يبقى ان او 2 ان او 2 مش التفاعل ان او 2. النقص بالمناسبه هو ان او او ان او 2 او ان او 3 ثلاثه مع بعض، هو بيتكلم على ان او 2. فده التفاعل ده هيطلع ان 2 زائد 2 او 2 معايا؟ ده اللي باين عندك بيتكلم عنه. مجرد بس ان هو يلمس السطح ده كده يحصل له اكتيفيشن، بس هو ده الكاتاليك كونفرت بيحفز التفاعل. تعال نشوف الباقيين عنه. طبعا خرج اكسجين، الاكسجين ده هيساعد ايه يا جماعه؟ الاكسجين ده هيساعد في ايه اللي خرج من هنا ده؟ هيروح فين؟ هيروح للسي او ده صح؟ ويعمل ايه يا جماعه؟ يروح يعمل اوكسيديشن للسي او ده ويحوله لايه؟ للسي او 2. زائد اصلا حاطط انا سنسور تاني اللي هو بتاع اللمبة عشان ابقى ضامن ان في اكسجين اكسس اير خارج مني، عشان يا جماعه لو في اي سي او ماله يعمل له اوكسيديشن معايا. طب هيخش على البلوك التاني. البلوك التاني معمول من بلاتينم باليديوم برضه نوبل ماتيريال. يبقى انا خلاص اهو خلصت من النقص، حولته ل N2 و O2. فاضل لي الاثنين دول السي او والهيدروكربون. طبعا السي او الهيدروكربون زي ما احنا عارفين اهو ده جوه المايكرو تشانل او المايكرو داكت بتاعتك اهو. بص السي او هياخد واحده من الاو 2 ويطلع السي او 2، ما عنديش مشكله فيه. ده السي او، اي سي او يقابل طبعا عندي 3 اكسجين، بس يقابله فين؟ على الكاتاليست ذات نفسه عشان يحصل تفاعل. يقابله على الكاتاليست وايه؟ وطبعا عامله صغير جدا وعشان يحصل الكاتاليست. فخلاص تحولت السي او 2. طب الهيدروكربون زي ما احنا هنشوف دلوقتي اهو 4 اتش مع واحده سي اللي هي لونها اصفر كربون، يطلع الاتش 2 او والسي او 2. طبعا لما يعدي على السطح ده يحصل اكتيفيشن للتفاعل ويطلع الاتش 2 او والسي او 2. عمال ايه يا جماعه؟ يحصل التفاصيل دي كل شويه لحد ما طلع كل الايه؟ كل الاميشنز بتاعتي فيري كلين بحدود معينه، خلاص كله بقى طلع كويس. يروح فين بعد كده يا جماعه؟ يروح عشان النويز بقى اللي موجوده. تعال نشوف النويز بسرعه كده. طبعا باين قوي الساوند ويف الكوستيك ويف نتيجه الفتح والقفل بتاع الفالف صح؟ ففي ويف عاليه جدا. نخش على حاجه اسمها المفلر. المفلر ده عباره عن كذا تيوب كده وكذا تشانل هنشوف دلوقتي عشان يقتل الصوت. اول تشامبر متقسمه لكذا تشامبر زي ما هو هالك، دي تشامبر الاولانيه، دي الثانيه، دي الثالثه، وهتشوف بقى اللي بيحصل في كل تشامبر دي. هشرح لك ده. يخش اول تشامبر دي اهو وهو عامل ايه يا جماعه؟ شكلها دريلت. ليه يا جماعه؟ عشان النويز الفلو يطلع من الدريلت هولز دي ويحصل يا جماعه يحصل انترفيرنس بين الويفز دي، يخبطوا في بعض ويهدوا بعض زي ما انت شايف كده اهو. فبيعمل يا جماعه بيقتل شويه في البلسيشن الموجوده عندك. ده بيقلل الفريكشن وبايه؟ بيدستروي نويز او الويفز مع بعضيها مع بعض. فيخرج من هنا عمال يخرج من المكان ده اهو زي ما احنا شايفين اهو. راح فين؟ راح على التشانل الثانيه اللي حواليها. التشانل دي زي ما احنا شايفين كده يا جماعه اهي، واخد بالك؟ دي تشانل كبيره شويه. نفس الكلام بيحصل كوليجن بينها وبين الوودز اللي حواليها عشان يقلل الايه؟ النويز بتاعها. وبعد كده يوديها على حاجه اسمها ريزنريتور، يبقى دخل كده يعدي هنا، وهنا دي مقفوله بالمناسبه. فالويف تخش وتخبط تاني، تخش وتخبط تاني. ويحصل ايه يا جماعه؟ الاثنين ماشيين بنفس الفريكونسي عم يخبطوا في بعض. فين يا جماعه؟ كل ده عشان يهد الايه؟ البلسيشن الموجوده في الويفز. لحد ما يرجعوا فين يا جماعه؟ عدت على الريزونيتور ده. بعد ما عدى على الريزونيتور ودخل وعدى، يخش بقى فين يا جماعه؟ يخش نفس المكان ده اهو، ويخش فين يا جماعه؟ عمال بص يمشيه في مسارات ثانيه، عمال اي ويف واي بلسيشن فيه يخبط بينها وبين الوولز، عمال يقلل الفريكشن.
خش بقى هنا خلاص. وبعد كده فين يا جماعه؟ يطلع بقى على الايه؟ على الفتحه اللي في النص اللي هتخرج خلاص. يبقى هو كان طالع كده وقف في النص، عدى على الريجنريتور خلاص، وبعد كده عدى على التشان الاخيره دي، وبعد كده عدى على البايب اللي في النص وخرج بقى يا جماعه. مفيش اي ايميشنز ومفيش اي نويز. ممكن الاتندنس؟